أعزائي الطلبة، أعتذر لأنه انقطع أثناء تسجيل الفيديو الثالث، صار قطاع عندي، فراح أكملكم هذا الفيديو الرابع، أنه وصلنا إلى الديفرنت نتورك. الديفرنت نتورك قلنا أنه إحنا المسج تندز مثل ما عرفنا أنه راح تندز برودكاست. المشكلة هنا أنا عندي أكو مشكلة، أنه أني السيرفر مالتي والكلاينت مالتي بديفرنت نتوركس، يعني واحد مثل ما ضربنا مثال، عندي شبكة، عندي مركز رئيسي وعندي فرع، ولكن شنو، ولكن الاتصال بين السيرفر الرئيسي وبين الفرع مالته هو يكون شنو، بديفرنت نتورك، يعبر عن طريق راوترات ويعبر عن طريق الانترنت. مشكلة الراوترات، انه انا عندي مشكلة الراوترات، مشكلة الراوترات انه ما تعبر برودكاست، اي برودكاست تسوي له دروب. فشون تنحل هاي المشكلة؟ تنحل هذه المشكلة انه انا عندي ما يسمى بالانترميديت ديفايس. هذا الانترميديت ديفايس عموما يا ما يكون يوزر يسموه ريلي انجنت، يا اما يكون اي بي، يا اما يكون حاسبه تشتغل كريلي. هذا الريلي عنده معلومات علما عن الـ عن الـ عن الـ عن السيرفر، او 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 راوتر يشتغل كريلي. هذا شيء يسوي عمليه انكابسوليشن، يحول البرودكاست الى شنو، الى يونيكاست. من يحوله الى يونيكاست؟ راح يعبر وين؟ يعني يروح للدي اس بي كلاينت، ويروح للريلي ايجنت، الريلي ايجنت يسوي كابسوليشن لهاي الهاي شو اسمه الهاي البرودكاست ريكوست او البرودكاست مسج. شو يسوي له؟ راح يحوله يونيكاست، يونيكاست يعبر عن طريق الراوتر، راح يروح للراوتر الثاني، يوصل للدي اس بي، للدي اس بي سيرفر ايضا، راح يرجع له ريبلاي. من راح يرجع له ريبلاي؟ من راح يرجع له ريبلاي؟ ايضا من راح يرجع عمليه ريبلاي؟ وين يروح؟ تروح الرساله من الدي اي سي بي سيرفر المين الى الايجنت، لان هذا الايجنت معرف عند السيرفر مالتي الدي اي سي بي سيرفر، راح يرجع لها، راح يرجع في دوره للدي اي سي بي كلاينت، راح يحصل المسج، راح ياخذ الاي بي ادرس مالته، راح ياخذ هذا، راح يقدر يعبر وين؟ راح يقدر يعبر لمن؟ للدي اس سي بي سيرفر. هاي الديفرنت نتورك استخداماته في حالات سبيشال على مود تزيد الامنيه، تزيد الامنيه وتزيد الوثوقيه. زين، عمليه الكونفجريشن، الكونفجريشن للدي اس سي بي، عندي ستاتيك اند دايناميك ادرس الوكيشن، عندي ستاتيكال، هذا الستاتيكال ضمن الدي اس سي بي، وان شاء الله راح شو اسمه يشوفوها ان شاء الله بالمحاضره الدي اس سي بي مال شو اسمه. اكو عندي انا هو راوتر، الراوتر شو يعطيني؟ يعطيني اي بيات، هاي الاي بيات تكون راوتد لكل شو اسمه، يعني راوتد لكل الشبكه مالتي. زين، عندي اني اكو ما يسمى بعمليه الاعطاء الاي بي دايناميك، احنا نسميها ما يسمى بالبول، هسه راح نحكيها بالدايناميك، راح نحكيها بالدايناميك ادريسنج. بس الاستاتيك شنو؟ عند الاستاتيك دايناميك هوست بروتوكول، انه اني اثبت اي بيات المن الى السيرفرات اللي عندي، هذني يثبتن الهن، يثبت ان الهن، بس شنو ياخذن الاي بيات ما، يعني عرفن اني ريكورد يابا هذا الاي بي ادرس 192 168 10 مثلا 3 الى السيرفر اللي اسمه مثلا اسمه سيرفر واحد، الماك ادرس مالته هلقد اثبته بالسيرفر، ما يحتاج اسوي له اعطي مانيوالي الاي بي ادرس، لا اعوفه دي اس سي بي للسيرفر. من ياخذه من الراوتر؟ راح ياخذه هو معرف عند الراوتر، يقول يا ترى انا مخصص لك هذا الاي بي، ف
ثبته عندك وانتهى الموضوع. يعني بعد هو السيرفر ياخذ دي اس سي بي، ولكن دي اس سي بي مالته مثبت وين؟ بالراوتر مالتي. هاي وحده. شو يستخدمون؟ نستخدم يسموه البوت بروتوكول او البوت بي. البوت بي هذا في التقنيه كانوا نستخدمها سابقا، تستخدم لعمليات الستاتيك ستاتيك ادرس الوكيشن. عندي الدايناميك ادرس الوكيشن، اني لانه عندي عدد محدد من الاي بيات او رينج محدد من الاي بيات، هذه الاي بيات اني مثلا جهاز من الاجهزه مثلا هذا الاي بي من اخصص الهيا، بما انه هو دايناميك يعني كل افر الاي بيات. هاي الاي بيات اليوم هاي حاسبتي اخذت مثلا 105، مثلا الاسبوع الاخر القاها مثلا اخذت 110 او 112. شنو السبب؟ السبب بذلك انه اني الاليه مال توزيع الاي بيات تكون دائما شو اسمه دائما تاخذ مبدا ما يسمى مبدا مو مبدا الاسبقيه، مبدا انه افر الاي بيات. شو يسوي انه اني انطي تايم الاتصال واعطي اكسباير تايم، هذن او يسموها الليست تايم والاكسباير او الاكسباير مال الليست تايم. هذن شنو؟ هذن اني مثلا اني هاي اللابتوب مالتي او الجهاز مالتي او الموبايل مالتي اليوم اني شو اسمه موجود بالشبكه واتصلت بها، مثلا صارت عندي لسبب او لاخر غبت عن هاي الشبكه مثلا فد اسبوع او اسبوعين، الاي بي مالتي انا ليش ما استغله بهاي الفتره؟ انا كسيرفر كدي اس سي بي سيرفر ليش ما استغله وانطي لغير واحد يشتغل بي؟ زين من راح يشتغل بي هذا الثاني؟ من انا ارجع واتصل؟ اذا انا ما مسوي هاي العمليه مال الاكسبايريشن ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كونفليكت بين اللي الاي بي يعني مثلا 192 168 مثلا 10 10 انطانيا او 105 انطانيا 10 105 انطانيا، عفت المكان مالت اسبوع جيت من فتى هذا دا باقي مالت نفس ال 105 من محتمل ان ال 105 من طيل غير واحد، راح يصير عندي كونفليكت اثنيناتنا راح نتاثر اني والمنطي، يعني اني ابو الاي بي القديم وابو الاي بي اللي اخذه جديد او يعني مثلا صار لي يومين ثلاثه بده يشتغل بي. فهاي العمليه غير محبذه، فشلون حلوها؟ حلوها انه اني ما يسمى يطي بالليز، احنا نسميها بالليز تايم او الليز اكسباير شو اسمه، يعني اني دائما نطي تمبرري اي بي ادريسز، هذا التمبرري اي بي ادريسز ليميتد بيريود تايم زين ما يسمى بالليز اكسبيرشن. ايش راح اشرحكم عمليا يعني حقيقه من نروح للبروبرتيز مالتنا، كل الحاسبات موجوده من ادوس بالستيتس مالتي، اكو عندي ما يسمى بالليز اوبتين، يعني حصل هذا الاي بي ادرس مالتي يوم 8 البارحه 8 شباط 2021 الساعه بال6:26 دقيقه، ايش حصل؟ الاي بي ادرس 102.9.0.115 زين، ايش قد الطاني الليز اكسبايريشن؟ يابا راح يعوف لي اياه اليوم الاربعاء يوم 10 يعطيني يومين، زين يعطيني يومين ورا هاليومين. هسه راح اراويكم الاليه اللي راح يشتغل بيها شلون راح يتصرف خلال هاي الفتره مال اليومين. زين عندي ما اللي يتحكم بالموضوع مال عملية الدي اتش سي بي ككل اوبريشن بالدايناميك ادريسنج اللوكيشن، احنا نسميها الستيت ترانزيشن. الستيت ترانزيشن شو تقول؟ تقول اول عملية عندي هو فلو شارت، هاي من الفلو شارتات المهمة جدا. زين تحدد الآلية شلون احنا على مود احنا سيستم ادمنستريتور مو مثل اليوزر، يعني لازم نفهم الآليات شلون تشتغل عندي. اول شيء اني صار عندي للجهاز انيشاليزيشن، هسه انا الجهاز ما عنده اي اي بي ادرس، شو راح يدز؟ راح يدز رسالة، شو اسمها هاي الرسالة؟ دي اس سي بي ديسكفر، راح يدزها لي وين؟ دزها للسيرفر، راح يسوي ما يسمى السيرفر راح يدز شو يسموها الدي اس سي بي اوفر، راح يقدم عروض، يا ترى عندك الاي بي 115 جاهز، عندك الاي بي 120 جاهز، مثلا عندك على سبيل المثال يقول لك مثلا عندك 117
بعد لفت 3 4 دقائق ويجهز وتاخذ إلك. مرات من تقبط عندي، من تقبط عندي الشبكه مثلا، عندي وصلت الى الرينج وذولا صاروا اكسباير، يعني صار اكسباير تايم. كي يسوي؟ يقول لك في الدقيقتين، انا انتظر في 3 4 دقائق افضل من ما اصلا ما احصل الاي بي ادرس. راح كي يسوي؟ راح يختار الركوي، راح يختار الاوفر اللي موجود 100 من هذه. راح شو يسوي؟ راح يسوي دي اس سي بريكوست، يابا ترى انا قبلت هذا الاوفر مال العرض، احنا يمكن كيف على العروض زين، ان هذا العرض مالتي اخذه، راح ادز له يابا ترى ثبتني يا سيرفري، ثبتني. راح يسوي عمليه الريكوستنج، راح يقول لك يابا اوكي قبلتك، راح يسجل المعلومات، راح يسجل المعلومات الدي اس سي بي سيرفر عنده، راح يسجل الماك ادرس، يابا ترى الاي بي ادرس المخصص 192.168.0.115 تخصص لهاي الحاسبه، هاي الحاسبه اسمها هيجي والماك ادرس مالتها هيجي. زين راح يسوي عمليه بوندينج، راح يسوي عمليه شنو؟ عمليه بوندينج. هاي العمليه مال هي الحاله المستقره الاعتياديه اللي طلع اللي شفت لكم اياها قبل شويه، هي هاي عمليه الثانيه، عمليه شنو؟ عمليه بوندينج. ليش؟ لان انا البارحه اخذته يوم هذا بعد لي يومين، شو يسوي بهاي الفتره مالتي بالبوندينج؟ راح يقول لي، راح يدز يقول لي من تفوت، عمليه 50% من الليز تايم، يعني انا مو مثلا بيوم 8 يوم 9 ويوم 10، يوم 9 راح يدز رساله يقول يابا اني ادز رساله اقول له يابا اني بعدنا محتاج هذا الاي بي ادرس، شو يسوي؟ يقول يابا اوكي هذا موجود لك مخصص كان بها، يعني حجزه. شو يسوي؟ اذا مو موجود شو يسوي؟ يسوي عمليه رينيوينج، هم يسوي شو يسموه رينيون، اكو استجابه اوكي يرجع الهياء، يرجع شوف نفسه هذه الدي اس سي بي اكنولج ورا 50%، يقول له اوكي هذا الاي بي مالتك شو اسمه ابقى عليه. اذا لا والله، او مثلا هذا الاي بي ما راح اجدد لك اياه، راح احجز لك فلان اي بي ادريسز، انا راح اجدد لك فلان اي بي ادريسز. اذا لا والله ينتظر 87% من ال شو اسمه من ال، طبعا هاي الالجوريثم، يعني هي الالجوريثم مثبته يعني متفق عليها، ايضا يدز مره لخة. هنا ما راح يسوي رينيون، راح يسوي ري باوندينج، حصل ما حصل راح يسوي ري انيشاليزيشن، حصل راح يرجع لعمليه ال شو اسمه. زين اذا انا اصلا ما متصل، يعني عندي اي بي ادريسز وفصلت عن هاي الشبكه، من اتصل بشبكه جديده الاي بي القديم عندي مو ما عندي بقى، والدليل انه اذا ارجع مثلا اروح للبيت وارجع، لو تشوفون انا مثلا اتصلت بالجامعه اخذت اي بي ادرس، من ارجع على نفس الاي بي ادرس اللي كنت بيه. ليش؟ لانه هو مثبتني انا موجود يعني بالسيرفر مالتي. زين اذا انا ما رجعت ورا هاي الاكسبايرشن، راح شو يسوي؟ راح هو ينطي ريليز، راح يمسح الريكورد الخاص بمن؟ بالدي اتش سي بي. اني لهنا انا لحد هذا شو اسمه تنتهي محاضرتي اليوم، صارت 4 فيديوهات. انا اشكركم لحسن استماعكم، ان شاء الله استفادوا من عدها. محدثكم مثنى جبار عبد الرضا، شكرا جزيلا لكم.